بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره وأجرى بقدره الحكيم. زمن وجود الاستخلاف على سنة التداول مننا ومحنا صداقا لقوله جل وعلا: تلك الأيام نداولها بين الناس. وأقام سبحانه من هذه الثنائيات المتقابلة مننا ومحنا ونفحات ونفحات مجال الابتلاء مستخلفيه يرفعه إلى مقام الادكار والاعتبار مصداقا لقوله في كتاب الاستبصار: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وصلاة ربي وسلامه على من جعل ميلاده إرهاصا وبعثته اختصاصا ومعراجه رفعة قدر وهجرته حدث نصر ومغازيه لفحا أجلى ووفاته التحاقا بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله ما لا حفجر وتردد من نفس الصدر وعلى صحابته وقرابته لمحبته ومودته ونصرته ومن اقتفى أثره واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم وبعد. فقد مر معنا في مشجر الفصل الأخير مقدمة ابن خلدون المؤرخ النحرير أنها ترجع إلى فصلين اثنين، مشجر يرجع إلى فرعين اثنين: العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. وفي التصنيف ذكرناكم بأن معياره في التصنيف يرجع لثلاثة، وفي الحقيقة مسألة ترجع لأمر واحد: صنف العلوم باعتبار موضوعها، لكن صنفها إلى علوم شرعية نقلية وعلوم حكمية وعلوم لسانية. وبدنا معكم بما يرجع للعلوم الشرعية والتي صدر بها ابتداءً، على أن ما نص عليه من أن العقل تابع للشرع، لأن الشرع مصدره عالي وجاء لتسديد العقل لا لإلغائه، تكميله، تسديده، إرشاده، لم يجي لإلغائه ولا لتأليهه ليكون بزيلا عن الشرع أبدا. فصدر بهذا لهذه المعاني لأن للعلوم الشرعية الصدر. وقلنا في العلوم الصدرية نميز بين علوم تتناول النص المقدس كعلوم القرآن وعلوم الحديث، وأخرى تتناول الاستنباط المؤسس أو المؤسس على أصول وهو الفقه وأصوله، وعلوم تتناول الأساس يعني العقيدة والاحتجاج عنها، وعلوم تتناول الارتقاء بالمعتقد إلى مقام التجلي والعرفان، وعلوم تتعلق بتفسير الرؤى الصادقة أو الصالح. العلوم التي تتناول النص المقدس مضى بعض ما يتعلق بعلوم القرآن، والآن مع علوم الحديث. الإمام ابن خلدون رحمه الله وهو يؤرخ لعلم الحديث يذكر الأساسيات، لأنه سبق لنا أن العلوم هي ثمرة العمران، بقدر ما يرتقي العمران البشري ترتقي العلوم معه. والعمران هنا الذي يتحدث عنه عمران في ديار الإسلام، لا بد أن تعرف هذه العلوم الإسلامية ارتقاء في ظلال العمران الإسلامي. تكلموا عن علوم الحديث وهذه المنظومة كبيرة، الحديث المراد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه من سننه وأيامه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والعلوم التي حدثت وأصبحت صناعة لم تكن في الابتداء كذلك، فقد كانت تتلقى الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويحملها الناس عنه كما يحملون القرآن، وقد رخص لهم النبي في الكتابة عنه بعد أن أصبح القرآن متميزا عن السنة وأصبح الأمن من اختلاصه
كثرة الحفاظ وتميزهم، فلم يبقى هناك مانع من أن يكتب الإنسان مع القرآن حديثا في صحيفة، في صحيفة إذا أمكن، أو في الشيء الذي يريد إثبات محفوظه فيه، علما بأن الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غاية في الحفظ، بل العرب كلهم كانت أمة ذاكرة سيالة تستغني بالذهن عن التدوين. وقبل اختلاصهم بالأعاجم واتساع الرقى ما كانوا بحاجة إلى هذا اللون بألوان التدوين إلا ليكون على وجه الاحتياط. وإن تلقي الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر بين يديه صلى الله عليه وسلم حفاظا للحديث ورواة له بين يديه، وبعد جيل الصحابة كثر ذلك وعرف في الصحابة أهل الفتوى وأهل الرواية، إلى أن ظهرت الحاجة ببدء الفتوح خصوصا في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى تدوين السنة، فأرسل إلى قاضي بن أبي حازم بالمدينة، وكان عالما من علماء السلف من علماء التابعين الكرام، إلى أن ينقل ما بجهته من الحديث، فاستدعى أئمة الحدين عرفوا بذلك وعلى رأسهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، يعني في الرواية ترجع إليه هذه الأسئلة، وكلفه بهذه المهمة، فانطلق يجمع أحاديث الأمصار. وتعلمون أن ابن شهاب هذا من مشيخة مالك، يعني هو من أجل مشيخة أوسع مشيخة في موطأ مالك إلى ابن شهاب. فلذلك حين جاء الإمام مالك و يعني تجردت همته ودعي إلى ذلك يعني يجرد أو يكتب حديثا، يكتب كتابا مصنفا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الموطأ وصدره بمشيخة مالك كما هو معروف، شيخته الذي هو شيخة بن الزهري، ورتبه على الأبواب الفقهية، وجعل فيه حديثا مسندا، وجعل فيه آثار الصحابة وأقوال التابعين وفتاواهم، بل وفتاواه هو، فكان كتابا حديثيا فقهيا أصوليا يمكن أن تؤخذ منه أصول هذه المسألة. وسر تسميته بالموطأ فيما ذكر في ترجمته أنه قال ما كتبت فيه ما كتبته حتى واطأني عليه 70 شيخا، واطأني وافقني عليه، معناها تكاثر الحديث في المدينة، وهو رضي الله عنه لم يخرج من مالك، لم يخرج من المدينة، فمشيخته بها وميلاده بها هو إليها، وانتهى علمه الصحابة إلى المدينة مهاجر رسول الله ومحل قراره الأخير، وما كان عليه الأخير أي الختم وما نسخت به ما كان منسوخا من الأحكام، فاستقر العلم بالمدينة. وقيل إنه لما دعاه الخليفة العباسي لأن يكتب قال وطئ للناس كتابا تتحوط فيه أو تحترز من تشددات ابن عمر ومن ترخصات ابن عباس، هكذا نقل، ووطئه للناس أي مهده له، فالتمهيد لون من ألوان التيسير، اكتبه ميسرا، فلذلك جعله على أبواب الفقه بمعنى على ما يحتاج إليه، بدأ مثلا بكتاب الوقوت وهذا تفرد به، كتاب الوقوت يعني معرفة أوقات الصلاة قبل الطهارة، لأنه لا تتجه له الأمر بفعل العبادة حتى يدخل وقتها، لأنها من العبادات الموقوتة، يعني قد يتوضأ قبل الوقت استعدادا، ولكن يتأكد المسألة بالنسبة له حين يدخل الوقت، فإذا خشي فوتها توجب عليه الأخذ بسبب الصلاة، لأنه الطهارة شرط الصلاة مقدمتها، كتاب الوقوت ثم طهارة ثم الصلاة، وهكذا رتب أركان الإسلام ثم بدأ بالمعاملات إلى أن أنهى كتاب. لم يكن الموطأ كتابا مجردا للحديث، احتيج إلى كتاب مجرد، جاء الإمام البخاري رحمه الله فجرد الصحيح، ولكنه حاول أن يستوعب طرق الحديث عند الحجازيين والعراقيين والشاميين، فكثرت الطرق فيه وظهرت ما يسمى بظاهرة التكرار،
قالوا فيه المكرر، يعني يذمونه. قال صاحب فيه المكرر، قال قلت المكرر أحلى. وفي التكرار أسرار، وعدة هذا من أسرار البخاري، واستصحب لتراجمه وفقه فيها واستخراجاته وألوان النظم فيه، حتى قيل فقه البخاري في تراجمه وسره في نظم أبوابه. فجاء تلميذ الإمام مسلم فجرد الحديث من تكرار ومن اكتفى بالمتفق عليه من طرق الأمصار، وكان كتابا فائقا في الصناعة الحديثية، لأن كتاب البخاري كتاب فقه أيضا، كتاب حديث وكتاب فقه، وكثيرا ما يضع فقه أبي حنيفة بين عينيه ويرد على استدلالاته، تراه وهو يترجم ينظر إلى فقه أبي حنيفة ليصحح أشياء ما هناك. هناك من كتب في رسالة اسمها مصطلح بعض الناس، معناه مصطلح بعض الناس عند الإمام البخاري رحمه الله حين يريد أن يرد على الحنفية، يعني يقول قال بعض الناس، وهذا من باب أنه تأدب بأدب رسول الله ما بال أقوام، كان لا يريد أن حتى أفردت هكذا بتصنيف أنه تحديدا يقصد بها الأحناف. والذين يريدون أن يثيروا الفتنة هم في كل زمان موجودون، ما يعنينا إلا نحن، ما يقصدنا إلا نحن. إذن جرده للصحيح، فكان صناعته أتم، حتى قال القائل تنازع الناس في البخاري ومسلم وقالوا أيدين تقدموا، فقلت إن كان لقد فاق البخاري صحة لقد فاق في حسن النظام مسلم، أن شرط البخاري أتم من شرط مسلم في الصحيح، لأنه يعني يشترط في الراوي اللقية والمعاصرة، ويكتفي مسلم بالمعاصرة، المعاصرة مضمة اللقية، لكن هو لابد إذا ولو عاصر لابد أن يثبت عنده أنه التقى به، نقول يكتفي بقضية المعاصرة إنها مظنة اللقية، لا يعني أنه عاصر ولم فيحتمل حديثا، لا لا، لم يثبت العكس وهو عدم اللقية، فيكتفي مسلم بالمظنة التي هي المعاصرة. أقول مصر، حاول أن يكون قريبا مصري، لأن الرحلة كانت تصل الشيخ بتلامذة كتر يفيدون عليه في الأقطار، وكانت الأقطار الإسلامية مفتوحة لهذه العراق ومصر والكوفة والشام ومصر. ثم جاء من بعدهما من تلامذهما من يستدرك عليهما، لا بنفس الشرط، لتتميم الرواية، وذلك كالترمذي عيسى بن صورة، وهذا تلميذ للبخاري، ويستدل البخاري في كتابه الجامع اللي هو السنن، يقول وسألت محمدا وقال محمد، وهو يعني البخاري رحمه الله حين يسأله عن سند أو رواية أو عند تعارض مسألة المسائل التي يحتاج فيها إلى شيخه، فيقول وسألت عنه محمدا فقال، فهذا الفضيلة وجدتموه هو يعني البخاري نصا. وكذا أبو داود في سننه والنسائي أبو عبد الرحمن، واصبحت هذه الخمسة تشكل الأمهات، لأنه ابن ماجه لم يضف إلا في زمن متأخر، تصبح الكتب ستة إلى هذه ابن طاهر في كتابه الحطة، ظلت هذه الكتب هي الأمهات. ويقول سيدنا ابن خلدون رحمه الله وعليها المعول في الحديث، ووقف الناس عندها ولم يبقى هناك، يقول هو ابن خلدون لعهده لم يبقى استدراك ولا تخريج، تريد أن تحقق أحاديث أخرى مستدركا على هؤلاء تضيفها، أو تحاول النظر فيما نظروا فيه لكي تقول أنا نظرت من جديد فحصل كتاب، لم يبقى. لما؟ أولا لارتفاع درجة هؤلاء الأئمة الذين يكونون أمهات هذه الأمهات الخمسة، وثانيا لتقارب أعصارهم، تعاقب في الأعصار واشتهار أمرهم
وكثرة من روى عنه ما جابه، فاستقر الأمر على أنه يبعد أن يعثر المتأخر على شيء دمال يمكن أن يصدرك عليه، حتى ادعى مدعي أنه لا شيء يزيد عما، يعني زيادة كبيرة ضخمة على المراد، هو أن يستحق ويقال فيها فاته وهم الكثير. فلم يبقى ساعتها كما يقول إلا تحقيق هذه الأمهات وتوثيق الإسناد إليها ولا الاشتغال هذا. فانطلقت الشروح لهذه الأمهات، كان الزمن توقف عن أن تبقى هناك أشياء من هذا القبيل. فبدأت الشروح، شرح البخاري، شرح الموطأ شروحا كثيرة، آخرها وأعظمها في من الأندلس هو الشرح تاع الإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه التمهيد، وهذا شرحه على مشيخة مالك، مشيخة مالك له روايات مختلفة في أبواب الفقهية، فهو يجمعها ويعالجها، يقول هذا الحديث وهذا مهم بالنسبة لطلبة العلم. أنا من حاولوا ترتيبه على الأبواب جاءوا إلى التمهيد فرتبوا، هذا فوتوا على الناس هذه الصناعة، وهو أن تتعلم الإنسان أن مثلا الإمام مالك له مشيخة عن شيخ معين روى عنه أحاديثه، فتحفظ أنه هذا لا يوجد في مشيخته عن فلان من الأحاديث، هو عنده حديث في الصوم وحديث في المعاملات وحديث في الصلاة وحديث، تقول هذا ليس من روايته عن ابن شهاب، هذا يمكن أن يكون من روايته عن غيره، فتحفظ هذه المسائل. ولم يفوت ابن عبد البر حاجة الآخرين من غير طالب هذا الفن إلى شرح مواكب للموطأ على ترتيبه، فكتب كتابه الاستذكار، فكتاب الاستذكار شرح للموطأ على الأبواب كما هو، في حين التمهيد غير ذلك، والمفتاح إلى التمهيد هو كتاب التقصي، له مجلد في المدخل اسمه كتاب التقصي لأحاديث الموطأ، حتى تعرف مشيخة مالك رحمه الله تقول روى عن ابن شهاب كذا وكذا حديثا، وروى عن فلان كذا وكذا حديثا، تقص كأنه إحصاء للمشيخة وما يرجع إليها من الأحاديث. وهذا كتاب التقصي نظمه الإمام الدار الشيخ الشاصبي رحمه الله في نظم ضاع، ثم نظمه كاملا، فكان الناس خطأ يقولون نظم التمهيد، ونظم تمهيدا للتمهيد هو التقصي في 500 بيت، ولكن هذا من الكتب التي ضاعت إلى اليوم، لم يعثر لها على شيء، نسأل الله أن توجد. ثم شرح البخاري، شرحه ابن التين وابن بطال وابن المهلب، وبقيت غصة في حلقه ابن خلدون، فبت نجواه أو قول شكواه إلى من كانوا بمصر، وكان من بينهم تلميذ ابن حجر، وساعتها لم يكتب الفتح، وكان هذا من بركات ابن خلدون، يقول قلت يعني في مصر نقلت عن مشيختي أن شرح البخاري دين على الأمة، على أنه يحس أن البخاري لم يستوفي من شرح، لم يجد من شرح ما يناسبه، فقال هذا شيء سمعته من شيختي بالمغرب فقلته لكم، فكان لعل هذا هو الذي يعني زند، الذي أثار أو قدح زند الهمة عند ابن حجر فتصدى له، لأنه عاش ابن حجر بعد ابن خلدون 44 سنة، نصف قرن عاش، يعني كان في الثلاثينيات حين كان تلميذ لابن خلدون، ما زال لم يكتب ساعتها أبدا، ولو كتبه لكان هذا أي فرحة تكون بالنسبة لابن خلدون. ابن خلدون رحمه الله كأنه أودع هذا عند تلامذته، ولو كانوا ينتقدونه لكي يصل الأمر، وإن كان هو أشاد بسراج الدين البلقيني، وكان به أيضا هو لم يكتب ساعتها أيضا شرحه الواسع عن صحيح، والتصريح بشرح الجامع الصحيح، وهو كتاب نفيس في بابه، وقد يسر الله طبعه في 40 أو كم في 40 مجلدنا قريب من 40، ويقولون إنه يعني من مواد الفتح،
ولو يقولون لو ظهر لاختفى ابن حجر، ولكنه ظهر وبقي ابن حجر هو ابن حجر. نعم استفاد منه كثير خصوصا في المجلدات الأولى، أما ابن حجر فبقي كما قال في الشوكاني رحمه الله حين قيل له اكتب لنا شرحا، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة، يعني يقول يعني ما عندنا ما نزيد على ما قال ابن حجر. المغاربة اهتموا بصحيح مسلم وشرحوه، ومن أوائل من شرحه الإمام المازري رحمه الله في المعلم بشرح صحيح مسلم، ولكنه لم يتمه فأتمه القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم بإتمام شرح صحيح مسلم. ثم جمعهما النووي رحمه الله الشرحين معا في شرحه على مسلم، فشرح النووي لا يزيد عن جمعه لهذين الشرحين، وبوب عليه في التبويب من مسلم من صحيح من عمل الحافظ النووي رحمه الله، خصوصا تبويب الأبواب يعني الفرعية، أما أبواب الكتب فهذا لا بد منه، فهي من صنيع الإمام مسلم، بوب للكتب فقط، أما حتى الأبواب فلم، حاول أن يجعله مجردا ليفيد في باب الصناعة طالبها. علوم الحديث، لما استقر علم الحديث صناعة كما قلنا نشأت علوم خادمة لهذا العلم، وأولها ظهورا كما يقول العلماء علمان، علم الناسخ والمنسوخ من الحديث، وعلم الجرح والتعديل. علم الناسخ والمنسوخ هذا ألف فيه بإفراد، ومن جملة التعريف المشهورة كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحافظ الحازمي، ومنه كتاب الرسوخ ودم المتأخر في معرفة المنسوخ الناسخ والمنسوخ للحافظ برهان الدين الجعبري، كونكم يقول الرسوخ أو قدم الرسوخ لا اختلاف، هذا الميزة لم يطبع لا فيما أعتقد. والحاجة إلى هذا العلم مهمة، لأنه ترجع إليه الأحكام الشرعية المأخوذة من النص، يعني ذكر الحديث منسوخا فقد فقد أحد شروط اعتباره اللي هي شرط الاستمرار، شرط الدليل صحة ثم وثق ثم وضوح، دلالة استمراره ثم رجوح على المعارض، هذا أربعة شروط، منها استمراره، منها استمراره ألا يكون منسوخا، لأن النسخ إما رفع وإما بيان، نسخ رفعون أو بيان، والصواب في حده رفع حكم شرع بخطاب، وهذا إنما يعرف إما بنص من الشارع نفسه وإما بقول الصاحب الذي صاحبنا تلقى الحديث، وإما بمعرفة التاريخ، ومثلوا لذلك بأحاديث كثيرة تظهر لنا أن هذا العلم علم ضروري ومهم بالنسبة للآثار النبوية أي للأحاديث. منها مثلا ما علم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإذا وجدنا أحاديث فيه النهي عن الزيارة نقول هذه كلها نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، في ساعتها يرتفع التناقض في معالجة مثل هذه كنت نهيتكم، إذا ما صدر الموقف عن أسانيد فيها مجرد النهي فهو يرجع إلى هذا الحديث الذي يعتبر متأخرا وناسخا، فيكون كأنه صلى الله عليه وسلم ساعتها نهاهم عن ذلك لمسألتين، لقرب عهدهم بالجاهلية التي فيها خصلتان جاء الإسلام لحربهم، تقديس الآباء، والثانية النوح على ذلك نوحا زائدا، كانت النياحة الجاهلية وكانت تقديس، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا التقديس ينتقل من تقديس الحيلة تقديس المقبور فيؤثر في مسائل معينة. وما كان النسخ فيه بقول الصاحب وأقوال الصحابة في هذا الباب كالمرفوع، ما حكم المرفوع؟ يقول أحد الصحابة
كان الماء من الماء رخصة، كان الماء من الماء رخصة، ثم أمرنا بعدها بالغسل أو بالغسل. كان الماء من الماء معناه هذا ينفعك حين تقف على أن بعض الناس يقولون لا, لا, لا غسل، لا يجب الغسل إلا بخروج الماء في اليقظة، أما مجرد التقاء الختانين أو نحو ذلك أو العلاج فهذا ليس من موجبات الغسل. وهذا في أحاديث وردت، ولكن قوله كان رخصة ثم أمرنا بالغسل يجعل الأحاديث كلها الواردة في هذا من قبيل المنتسخ، ويصبح الغسل واجبا حتى على من حصل منه علاج من غير إنزال. الماء من الماء، الغسل بالماء من خروج الماء، أما لو حصل التقاء فقط ما إقحاط أو نحوه أو إكسال فإنه لا يترتب عليه على غسل. كان رخصة ثم أمرنا بالغسل. ثم تمثيل للتاريخ، كأن يجي الواحد فيقول في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، مش ناصر قال لا رجل في بعض الروايات وفيها كلام، رأى أحد صائم يعني صائم في يوم صيام يعني من رمضان وهذا يحتجب، وكانت الحجامة يعني تكون طرق بسيطة فيها حتى المص بالفم خلال وسيط معين، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، يعني هذاك الحاجم وذاك المحجوم كلاهما أفطر. حديث ابن عباس يعارضه وفيه ما يفيد أن التاريخ أنه تأخر ما يفيد العكس، وهنا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، يقول ابن عباس، وابن عباس عرف أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان في السنة العاشرة، فقولوا هذا مع هذا التأخر معرفة الوقت. علوم الحديث تكاثرت، علوم الحديث أصبحنا نسمع أو نجد في كتب الحديث علم المبهمات، علم المختلف والمؤتلف، علم المصحف والمحرف، أشياء أفردت، كتاب العسكري في تصحيفات سواء كانت تصحيفات في المتن أو تصحيفات في السند، لأن علم الحديث رواية ودراية، وش الدراية هنا؟ هي الفهم الفقهي، لا الدراية هي إحاطة بهذه النوع من العلوم، الدراية بعلم المبهمات خاص معه، لأن علم الحديث لا يخرج عن القوانين التي بها تدرى أحوال المتن وأحوال السند. تقولوا الدراية يعني التخريج الفقهي، لا هذه العلوم إحاطة بهذه العلوم. تحول مثلا تجد ابن مراجم فيقرأه ابن مزاحم، هذه تصحيفات، تصحيف في المتن كان يرى احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فيبدل الراء ميم احتجم، وهذا حصل للكبار ماشي للصغار، حصلت اوهام في باب التصحيفات للكبار، ولكن صححها جابدا هذا، واسسوا لها علما يسموه علم المحرف والمصحف، المصحف يكون في النقط والمحرف يكون في الشكل وقد يصل الى الحرفيه. متشابه علم متشابه النسبه، الله يختار لك في باب النسب، نسب رجل برجل، المديني والمدائني والمدني، ألوان من الدقة حتى تعلموا أنه كيف حفظت هذه السنة إلينا ولله الحمد، هذه ألوان من وقل تسميها تقنيات استحدثها أهل العلم لصيانة النص النبوي. وقوى الله سندهم بمدده، فكان فيهم من سر حفظ الكتاب ما يشهد له التاريخ. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل جبل السنة في الرواية، قيل له كيف تعلقت بهذا العلم؟ قال لا أدري، وجدت نفسي في خمس وأنا في خمس أخرج من بيت الوالدين يعني بيت أمه إلى مجالس أهل الحديث يأخذ عنه وحده من بين الصبية، هيأه الله جل وعلا باكرا لأن يكون كذلك. وتعلمون قصة الإمام البخاري رحمه الله كيف أنه يعني
عامية وهو في الرابعة من عمره. فكانت أمه تسأل الله وتطلبه أن يفتح بصره فاستجيب لها فيه، وكان هذا من الأسباب أن ينتقل إلى أن يخرج إلى الحجاز، وسافرت به أيضا وكانت تدعو الله به. وكان هو يقول يعني ما سمعت شيئا فنسيته من هي هؤلاء، ما سمعت شيئا فنسيته. وكان شيخه علي بن عبد الله المديني يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد كم استصغرته عند ابن المديني. فلما نقل الكلام هذا إلى شيخه المديني قال: ما صدقكم، ما استصغر عند أحد، يعني لم يكن يرى غير نفسه، معنى أنه هو عظيم في نفسه إلى الحد الذي لا يمكن أن يقبل منه من هذا القول. قال: من كان يقول هذا عظيم في نفسه زيادة على. علوم الحديث بلغ من علوم الحديث إلى أن ترجموا لكل شيء واعتنوا بكل شيء حتى بالترتيبات الأبواب. فقد كتب الإمام الدلوي رسالة في أسرار أبواب البخاري، ترتيب في أسرار الترتيب مؤلف كيف موطئات مالك كتب فيها، يعني الملك له موطأ ولكن كثرة من روى عنه اختلفت النسخ بالزيادة والروايات وتبع لها النسخ، فكتب الناس في موطآت كنال نتجد علم موطآت مالك لضبط الرواية. وننتقل إن شاء الله من هذه الفدلكة البسيطة، لأن أمامنا مساحة يعني سنقطعها ركضا فيما بقي لكي إن شاء الله نقف على آخر المقدمة. عندنا علوم تتعلق بما استخرج من هذين كتاب وسنة، ويسمى الفقه، استخرج فقه منهاج استخراجه أصول، لأن هذين العلمين هما مع عظيم. الفقيه هو المستخرج للفقه من أصوله من خلال منهاج معين يسمى الأصول، هي مناهج الاستخراج، مناهج الاستنباط. الحصيلة المستخرجة في أحكام الشريعة تسمى فقها، وهي الأحكام العملية التي سبيلها الاجتهاد، يعني التي خرجت باجتهاد من مجتهد مستنبط. فحصل أن بين الفقه وأصوله تلازما، يمكن أن يكون فقه بغير أصول، أن فقه استنباط. سيقول قائل: والأصول الفقه مستحدثة وتدوينها مستحدث. نقول: كان هؤلاء يستنبطون عبر مناهج، يعني ملكة كانت فيه هذا الاستنباط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة وظائفه التي كلف بها بالوحي تعليم صحبه الحكمة. قال العلم والحكمة هي فن الاستنباط، من بين معانيها هي الفقه في الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعلم الصحابة كيف يستنبطون ويقرهم على اجتهاداتهم. وبهذه الألوان من العمل النبوي أخذ أهل العلم انتزعوا منه الإقرار بأن الاجتهاد على هذا النحو هذا هو أيضا من إقراره صلى الله عليه وسلم، وحجيته ترجع لهذا اللي من ألوان الإقرار النبوي. تعلمون قصة الصحابة الذين استنفره النبي صلى الله عليه وسلم ليتقدموا إلى بني قريظة، فقال يعني لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانقسموا قسمين لما كاد العصر أن تخرج وقته، فبعضهم وقف وصلى وبعضهم مضى حتى وصل إلى بني قريظة وصلى بالليل. كل تأول
هؤلاء يفهمون النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون المراد النبي صلى الله عليه وسلم لانما يريد ان يستحثهم على السير، وان الصلاه لا تزال على ما هي عليه من الكتاب والموقوت في وقتها العصر مبينه. فرجعوا الى احاديث، فجمعوا بين احاديث الصلاه ومواقفها، قاله النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في وقته. اراد ان يستعجل، ان يجعلنا نستعجل. الاخرون قالوا لا، الله ورسوله اعلم، لا زال تشريع مفتوحا، ويمكن أن يكون هذا خاص بهذا اليوم. فكان منهم أن جاروا على الظاهر فقال لا نصلي إلا في بني قريظة، فصلوا بها. فما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا إليه، فما عتب على أحد، وإنما قال للأوائل الذين أدركوا الفحوى، قال أصبتم، ولم يعسر هؤلاء. فدل هذا على تصويب الاجتهاد بشرطه، تصويب الاجتهاد. أما ما يحتاج إليه المجتهد فقد كان عند هؤلاء سرقة، يعني أدوات الاجتهاد من علوم اللسان ومن عرف وغيرها، حتى أسباب النزول وأسباب الأشياء حفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسباب الورود والناسخ والمنسوخ وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها الأصولي. فهي إما أن تكون واصلة إليه من رسول الله، وإما أن تكون حصلة لهم بالسليقة، لأنه عرب بالنشأة، ولم يكونوا ليحتاجوا إلى ألوان من الصناعة أو التعليم. الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي سبيلها الاجتهاد، لتخرج الأحكام اليقينية، فلا تسمى فقها إلا تجاوزا. فالشيء اليقينية كالعقائد يقال فيها فقه، وتسميتها فقه أكبر هذا تسمية لغوية أكثر منها اصطلاحية. ثم المعلوم من الدين بالضرورة لا يقال فيه فقه، لأنه لا يحتاج إلى الاجتهاد ولا استنباط، ككون الصلوات فروضة وغيرها، هذا لا يسمى يقال فيه فقه أيضا. والصحابة تميز فيهم فقهاء وأصحاب فتوى ونظر في الشرعيات في الزمن الأول، يعني بصدر يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف الفقهاء كابن مسعود وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله، معاذ بن جبل وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثم بدت الحاجة لتدوين الفقه، فدون في الابتداء مع الأئمة الكبار، منهم مالك رحمه الله الذي نقل عنه من فقه ابن قاسم أحد تلاميذ أجلاء المدونة. كان مالك صاحب حديث وصاحب كتاب الموطأ، وكان صاحب فقه، دونه في موطئه وأملاه على طلبته، ومنهم ابن القاسم في المدونة. وكانت هذه المدونة خضعت لروايات متعددة، ووصلت إلينا كما وصلت لجهات أخرى بروايات مختلفة. فكان فيها المدونة الأصل تسمى بالواضحة، من رواية ابن حبيب عن ابن قاسم. حبيب ذهب من المغرب إلى، كما ذهب يحيى بن يحيى الليثي لأخذ الموطأ وجاء به إلى العدو الأندلسية، ابن حبيب عبد الملك بن حبيب جاء بالمدونة عن ابن قاسم وفيها فقه مالك. وهذه الواضحة أيضا يعني رويت عن ابن حبيب من تلميذه العتبي، فصارت تسمى العتبية. ثم جاء أسد بن فرات وكان من أهل القيروان، ذهب إلى الشرق إلى المدينة، فالتقى بأصحاب ابن القاسم، فأخذ عنهم وأخذ عن الأحناف في العراق، ذهب ليأخذ الفقه ورجع ليسمي هذه المدونة بأسدية. ووصل ذلك ابن القاسم رحمه الله لأنه مزجها بأشياء لا يرتضيها ابن القاسم وليست من فقه مالي، فقال فيه كلاما يعني ليؤدبه به، فالتفت الناس عنه وأصبح بدلا مختلطة ابن سحنون على اختلاص هذه النوم، يعني الاختلاط هنا عدم ترتيب أبوابها، فصارت حتى قدمت عليه بسبب ما حصل بابن قاسم وصاحبه وأسد بن فرات، وابقت المختلطة مقدمة اللي هي
ودونا برواية سهلون إلى أن جاء البرادعي فرتبه، فكان تهذيب البرادعي للمختلطة، والترتيب مسة بالدرجة الأولى، يعني التهذيب مسة ترتيب أبوابها. ثم جاء لإجماع هذه الأصول كلها من الواضحة إلى التهذيب ابن أبي زيد القرواني صاحب الرسالة في كتابه الكبير المسمى بالنوادر والزيادة، فجمع أمهات هذه كلها والزيادات عليها، وطبعت في زهاء يعني 24 مجلدا، وهي اليوم كتاب يحتاج الداخل إليه إلى إسعاف كثير كيف ينظر في هذه الروايات المتكاثرة. المغاربة ظلوا على صلة بهذا الفقه بعد أن استقرت المذاهب، ولم يلتفتوا إلى غير مالك نظرا لأسباب ذكرت، من بينها أن المغاربة كانت وجهتهم المشرق بالحس، وكانت العراق ليست في طريقه، هذه واحدة، وكانت المدينة ساعتها يعني فيها مشيخة مالك رحمه الله، كان شيخ مبرز فيها، فكما أخذ الموطأ أخذ الفقه، وأخذت رواية القرآن أي قراءته قراءة نافع، أيضا أدخلها المسمى بالغازي بن قيس، وكان معاصر ليحيى بن يحيى الليثي ولمالك، غازي بن قيس أدخل الرواية، ويحيى بن يحيى الليثي أدخل موطأ مالك، والمدونة سافر إليه ابن حبيب فجاء بها، وأدرك ابن قاسم اللي هو التلميذ المباشر له. كانت الوجهة هي هذه، وكانت المدينة في قلوب المغاربة هي مدينة رسول الله ومدينة العلم، فلم يكن لهم بد من أن يلتزموا هذا المذهب، خصوصا بعد أن استقرت المذاهب ولم يبقى هناك تفكير في الخروج عليها أو ما يسمى بحرية الاجتهاد. لما؟ لأن أصبح الناس يرون أنه لا داعي للاجتهاد المزيد، لأنه يفتح الباب للفوضى فقط. أولا لأن الأهلية في هذا الباب من جهة الكفاءة أو الكفاية، ومن جهة الموثوقية ثقة والعدالة، يعني الناس لم يجدوا أمثال هؤلاء لا في كفايتهم ولا في ثقتهم، وما تنام من مذاهبهم أصبح من العسر الإحاطة به فضلا عن تجاوزه بمذاهب مثيلة، ولذلك لم تنجح المذاهب التي حاولت أن تزاحم المذاهب الأربعة، وعلى رأسها المذهب الظاهري. المذهب الظاهري الذي أسسه يعني داود بن علي وابنه محمد وهما إمامان في المذهب ما لقي قبولا، ثم حتى محاولة ابن حزم بعد، وكان إماما في النقليات في الحديث، اعتقل في أبو عبد الله التلمساني حجة في النقليات، حاول أن يحيي مذهبهم اعتمادا على كتبه وعلى ما عنده من الأحاديث، لأنه يروي بإسناده الأصول كلها، خرج عن مذهب الظاهري في كثير، وحاول أن ينصر ما بقي من مذهبهم بشكل اختاره لنفسه، فلا هو بقي على مذهب الظاهرية ولا هو رجع إلى مذهب الغاية، فكان مذهبه وصل إلى حالتين يعني يرتالها، بحيث وصل إلى حد أن بعضهم مزق أوراقه وبعضهم ونقل إلى جهات بعيدة عن الحواضر لمدار شدته رحمه الله، وكانت المسألة لها أسبابها سياسية وأسبابها لأنه كان من أبناء الملوك، وكان يعني صاحب مصالب حسب ما يتوق إليه في مقامه، ومشيخته في هذا الجانب هذا الفقهي لم تكن مشيخة مبكرة ولا أصيلة بحسب اعتبار من كتبوا عنه، رغم باعه الكبير لا في علوم اللغة ولا في الأدب ولا في علوم الحديث، فطوي مذهبه لهذه الأسباب التي قلنا لكم، وبقي المغاربة عندنا متشبتون بمذهب المالكي وأهل العراق وكذا مشمل الحنفي وما وراءهم إلى بلاد الهند والسند، وبقي في مصر وفي الشام المذهب الشافعي يغلب على غيره من المذاهب الأخرى.
يقول ابن خلدون: وجاءت فترة غلب فيها العبيديون الذي يعني بهم الفاصميون من الشيعة، فتلاشت المذاهب وروج لمذهبهم، وكان في صدر ما يقررون فيه مسألة تتنافى مع مذهب أهل السنة والجماعة، هي التنقص من الصحابة وإظهار عصمة الأئمة، كانوا هذا الشيء يبالغون فيه. فكان الناس يعني في عزوف عنهم إلى أن انتهت دولتهم، ومباشرة بعدها شعروا بالحاجة إلى أن تعود الهيبة إلى المذاهب التي تقدمت. ابن خلدون يفسر هذا تفسيرا عمرانيا، يقول: الناس وأهل العلم والعمران الذي فيه فقهاء وعلماء وأهل الدين لا يفسرها بالقرارات التي قد تكون فوقية فقط هي التي تحسمها، هي التي تجعل هذه المسيقى الناس كانوا فيها يتحركون بهذه الطواحية. قال: سافر لإحياء السند رجل من زواوة، يعني شمال أفريقيا، القراوة، فأدرك تلامذة من الحاجب فقيه المالكي في مصر، وأخذ عنهم مختصره في فقه المالكي، ورجع به إلى بجاية ونشره، وكان إحياء المذهب على ذلك بدأت، أنه مختصر من الحاجب، اختصر فيه يعني مختصرة المختصرات بغاية الدقة، من أجل الذين سنرى تعلم أنه من مصادر الشيخ خليل عندنا كبرى التي أولها. علم الأصول التي يرجع إليها في استنباط هذا الفقه، بالطبع كلها تقررت الأصول فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. في الأصلان الأولين والكتاب والسنة كان الرجوع إليهما والاستدلال بهما في زمن النبي والاحتكام إليهما، والأصل الثالث الذي هو الإجماع حصل فيه، حصل الاستدلال عليه من القرآن نفسه ومن فعل الصحابة لأنهم كانوا ينكرون على مخالفيهم، أجمعوا على الإنكار على مخالفين فيما أجمعوا عليه، إضافة إلى ما صح من عصمة إجماعه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكيف إذا كانت الأمة هي خير القرون، أمة خير القرون، فترادف في هذه الألوان من توثيق. ثم بقي الاستدلال للأصل الرابع الذي هو القياس، أي إلحاق فرع بأصل لجامع، في حكم لجامع. هذا الملوان كما فسر في علم الأصول الصناعي، كانوا هذه الأشياء هم يراعونها في الأشياء المستجدة، وأشياء ألحقها الصحابة بالاجتهاد وهي كثير، وقد جمعوا لما تفرد به ابن عباس 70 مسألة ألحقها بالاجتهاد، يدل على أن الأمر هذا كان مقضيا به وكان مقررا ولا أحد ينكره القياس. لذلك حين جاءت الظاهرية فأنكروا القياس لم يقبل به أحد، بل أشبعوهم إنكارا. وظلت هذه الأصول الأربعة هي الأساس في تأسيس الأصول، كانت هي الأصول التي أسس عليها النظر الأصولي. فالأصولي يعتمد منهجا في استخراج الأحكام من هذه الأصول الأربعة. نعم، أصول الزائدة عليها المختلف فيها كانت من أسباب الخلاف، تكثير الخلاف عند بعض، وأسباب سعتي أيضا، وهذا ظاهرة قد تكون صحية في كثير من الأحيان، إن سبب الخلاف في الفقه بين المذاهب من بين أسباب هو أن وراء هذه القلوب الأصول أربعة متفق، فكيف اختلف؟ أولا هناك أصول تبعية، منها مثلا سد الذرائع، الاستصلاح، يعني اعتبار المصلحة، الاستحسان، الاستقراء، شرع من قبلنا، أمور تصل إلى 7 أو 8 من الأصول التبعية، هي أيضا ويختلف أهل الاستنباط في قبولها كلا أو جزءا.
هذا من أسباب الخلاف. من أسباب الخلاف أيضا مسألة رواية هذه الأصول، يستثنى القرآن المنقول بالتواتر، فإن السنة فيها منقول بالتواتر ومنقول بالأحد، ومنقول بالأحد قد ينقل بطريق يصح منها وقد ينقل بغير طريق صح، قد يصل للذي يجتهد وقد لا يصله، فيكون هذا من أسباب الخلاف الفقهي. أضف إلى ذلك مقتضيات الألفاظ، ما يسمى بقوانين اللسان، يعني اللفظ هو حيث دلالته يمكن أن يدل عليها بالمفهوم وبالمنطوق كما يقول علماء الأصول، قد تستخرج بدليل العبارة، بدليل الإشارة، بدليل الإيماء. إذن الجهة الحيتية التي يستفاد من الحكم مختلفة، فهذا يعتبر هذا لا يعتبر، هذا يقدر هذا لا يقدر، فتكون هذه مجموعة من أسباب الاختلاف الفقهي. ولذلك كنا نقرأ في كتب الاعتقاد لا عاد قريب ذكر الأئمة هؤلاء لنعرف كيف ينبغي نتعامل مع الخلاف الفقهي. يقول أحد علماء العقائد ممن كنا نحفظ متونه، يقول ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ونعمة والاختلاف رحمة للأمة، يعني اختلافهم هم هؤلاء كان رحمة للأمة وفيه سعة وفيه فرج، ويكون كاختلاف الصحابة في الفقه العملي. ما أحد نظر إلى ابن عباس وهو يقول بمسائل أنا لو ذكرتها لكم لقف شعركم، اجتهادات بشرطها، ولم يسحبوا عنه وصف حبر الأمة ولا ترجمان القرآن، في حين وأقسم لو قلت أنا أو غيري بعضا منها في هذا الظرف الذي على لكان الإنكار البالي والتوقف إذا لم تكن هناك فتاوى بالتبديع والتفسيق وصرف النظر وإلى آخر المسائل اللي هي من اجتهادات الحصر، لأن اجتهادنا في الفرصة تاعنا تجيد الركض في مثل هذه الميادين في ميادين أخرى للأسف. إذا كانت القطائع ونحوها فنحن مجتهدون، أما جهة الوصل وما فيه تسامح بشرطه والقلوب على بعضها فصدقني كأن هناك شر ما ظلم ما دخلت النفوس فافسدت هذا اللون من ألوان الفهم والصحبة. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو ينتقد على الخليفة عثمان إتمامه في الحج، مسألة كبيرة تتبان تبدو كبيرة، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة، قصر يعني في وضع، جمع وقصر، هو جمع وأتم، مسألة صحيحة ما في كلام، ولكن لما أقيمت الصلاة قام يصلي فقال له أهل النزق أنت الشقة الذين حضروا تقول تخالفه؟ قال الخلاف شر. شوف كيف الخلاف شر، ما يكفيكم هذه واحدة من عشرات المواقف تجمع، قال الخلاف شر وصل الله خلف الخليفة، إنه يمكن أن يهدره في مسألة اجتهادية، هو يعلم يقينا أن هذا لم يريد أبدا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نشرع أن هذا يخالف ونرد حديث رسول الله ويفعل ويتهم النوايا، ويقول في النهاية أنا منتسب إلى الجناب النبوي. الله الله الله، كيف كيف بأي جواز تنتسب إليه؟ ولذلك كثر فينا الذين يدمون الأئمة ويكادون يصفعونه، ولو حكيت لكم ما وقع لي مع أناس لقضيتهم العجب، رجل جاء يستفتيني في مسألتي يعني نقص في الصلاة فأفتيته بمذهب مالك لا يفعل كيت وكيت، فقال دعني من الريح، هذه العبارة هذا مذهب مالك دعني من الريح، قلت وخلافه؟ قال هل في حديث نبوي؟ قلت يا دابة
هذا ما خرجش عن الصغر، هو من دابتي في الأرض، لأنها عرفا لدوات الأربع، عرف فقط. إن هذا الذي فعلت ما حصل رسول الله في سهوة ولا فيه نص مباشر، فاقتضى أئمة أن يقيسوه على مسائل أخرى. ويسألوني عمن ترك تكبيرة في الصلاة، قلت تكبيرة الانتقال عند مالك سنة خفيفة لا يسجد لتركها إلا إذا تكررت، هذا من جوابه. فإذا ترك أكثر من تكبيرة صارت كالسنن المؤكدة التي يسجد لنقصها. لا يجب الحديث لكل نقص لكل سهو سجدة، هذه الكلية ما تفهم أنت الكلية في ألفاظ الشارع. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء، يمشي يدخلها في عينك، تجعل الحبة السوداء في عينك. ابن قيم ومن أشد الناس تمسكون، قال الكلية هنا خصصت أو خصصها الأطباء بما كان سببه البرد فقط، ولو أكلها صاحب الكلية ضعيفة لتفطرت كليته. وسألوا الأطباء فهل نكد كيف نفعل؟ هذا الكلية فهم الكلية، هذا ما أهل اللغة. الكلية يقول الكلية الاستقرائية المطلقة، من قال لك؟ يكفي في اسم الكلية عند علماء اللغة اللغة الأصيلة أن تكون أغلبية أو أن تكون في باب. بالله عليكم، قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها نقطة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. لو استعملنا الكلية هنا في كل شيء لأصبح كل ترى، معناه تدمر كل شيء أمرت بتدميره، فأصبح هنا التقدير لابد منه لأجل الموافقة. أمرت بتدمير الناس لا بتدمير المساكن. فإذا الكليات هنا في كل ما من بحسبه. وذلك مدخل هنا وسيدنا عمر بن الخطاب وهو كل بدعة ضلالة، ما كان يقرأه عمر بن الخطاب حين قال في لما جمع الناس على مقرئ نعمة البدعة، يعني بدعة يعني زيادة، ونعمة حكم معناها ما أجملها من مستحدث. ففي أنه يخرج الندي اللي يعتبره كلية مطلقة. رجعون إلى مسألة الأصول. أصول أصول الاستنباط، مناهج الأئمة في استخراج الأحكام دقيقة غاية، ولها علوم وتبتغي من صاحبها أن تستوي ملكته. فلذلك نحن حتى خدمة المذهب على هذا المستوى، نظر في مآخذ الأئمة وكيف استنبطوا ومناهجهم في الاستدلال، هذا أمر كبير وعظيم. ولو اتجهنا غير إلى هذا المستوى من 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 من, من تحصيل لكان فيه نفع كثير، هذا الكمل فينا. ومع ذلك هناك أشياء، وأذكركم بأصل واحد مثلا تجدونه في مذهب المالكية مثلا كمذهب عمله للمدينة. الإمام مالك يراه أصلا من الأصول التي يرجع إليها في أبواب معينة، والذين لا يردون هذا يقولون هذا من قبيل التجزئ الاجتهاد، والاجتهاد لا يجزع. معنى المسألة ليست راجعة للإجماع، وإنما ترجع لمسألة أخرى وهو الرؤية والشهود. مسألة لأن عندنا الإجماع، لو كان لو جعلها في باب الإجماع لرد عليه، لأن الإجماع لا يكون إجماع جزئي، لأن الإجماع إجماع على حكم اجتهادي. أما العمل فمرجعه الرؤية، هؤلاء شهدوا الذين قبلهم وشهدوا حتى اتصلت مباشرة صاحب الفعل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة العمل هنا مرجعه المشاهدة والرؤية. تعلمون أن مالك بينه وبين الصحابة كم من العوالي تاعه؟ فيها واحد. عوالي مالك فيها واحد بينه، مالك عن نافع عن ابن عمر، فبينه وبين ابن عمر الصحابي الجليل واحد. عوالي مالك ثنائية، أي بينه وبين رسول الله رجلان، جوج أجيال أو جيل واحد إذا قلنا الصحابة. فإذا كان في المسائل المشتهرة التي تعم بها البلوى وتكون معروفة، فإن الأخذ فيها بالعمل قوي جدا
فلذلك الإمام مالك يقدمه على أحاديث وردت بأسانيد واحدة مخالفة لهذا العمل. كيف إذن؟ من نصدق؟ قرب العهد، صدق هؤلاء الناس في الجملة، كون المسائل المشتهرة لا يمكن إخفاؤها، أمور لو ذكرت كانت قرائن لتشهد لحجية عمل المدينة سيدنا، أو على الأقل لأن له وجوه الاعتبار. ولذلك نجد الإمام ابن خلدون رحمه الله ذكرنا بفرع في الأصول يسمى الخلافيات، وفرع عنه في الأداة يسمى علم الجدل. علم الخلافيات هو الذي يتيح للمتمذهب أن ينظر في مآخذ إمامه كل واحد، وهذا حصل لما استقرت المذاهب، أخذ كل واحد يحاول أن ينصر مذهبه نصرا شرعيا، معناه أن يربطه بالأدلة والأصول ويخرجه عليها. أصبح هذا ما يسمى بعلم الخلاف العالي، أن ينظر حتى يكون له حجة في نصر مذهبه، لأنه قد تعرض المذاهب للون من النقد. وكانت مناظرات بين مختلفين من المذاهب لغاية إثبات الملكة في نصرة المذهب، وهذا ليس فيه تعصب كما يقولون، هذا نظر في الشرع. قال واحد، قال له ما دليلك على هذه المسألة؟ قال مالك. قال له مالك ليس من الأدلة. قال تجمعت الأدلة فيه، هو قطب الأدلة. لو قلت له هذا فيه أعمل ألمان، قال مالك دليل، لأنه دليل. قالوا دليل المقلد إمامه. أنا نقول أقول شيء واحد يجيب لك أدلة تحت دم التقليد، القرآن دم التقليد للذين لا يعقلون، لما قال تعالى، لما قالوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه، قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أش دم؟ دم تقليد من لا يعقل ولا يعقل ولا يهتدي. إذا نأخذها أنت وتجعلها دليل في دم التقليد، وتقول الآيات فيه صريحة في دم التقليد. إذا حملت الناس أن يجتهدوا، أولا ستكثر الخلاف، وثانيا الخلاف خطير لأنه الناس غير مؤهلين، تكلفهم الأسر ما لا يقدرون عليه، فربما ترجع المسألة إلى أن بعضهم مع بعض متفاوتون في الملكات، في المشيخات، فيما تيسر لهم في العصور، فيما عندهم من مراجع، فيعود الأمر ليس من أربعة إلى 400، قل إلى 40,000 مذهب، وقل إلى 4 ملايين مذهب، وقل إلى مذاهب بعدد الناس. فلذلك قال العلمي فيما أعلم: لا عيب في التمذهب، إنما العيب في التعصب. وظل الإمام الكبار يكتبون ينتسبون إلى المذاهب. شوف أي ترجمة الإمام ابن رجب عندكم حافظ ولا لا؟ يقول في ترجمته الحنبلي، وابن حجر الشافعي، وابن كثير الشافعي، لا تجد أحدا إلا من ادعى لنفسه اجتهاد سلم له أن يسلم، هذا شيء آخر. وابن عبد البر المالكي ظل يكتبها، دعك من طبقة اللي هي دون ذلك بقليل، كالقاضي عياض وغيره من الأئمة ظل يكتبون الانتساب إلى هؤلاء الأئمة وما في ذلك. لكن اليوم الواحد منا وهو صفر في، ما أقولش صفر في التوحيد، صفر في الأصول، صفر في الفقه، صفر في التحصيل، صفر في الملكة، ويتأبى على أن ينتسب لإمام، لأنك مسألة أخرى في أحيان، لأنك تلزمه تابع المذهب، تلزمه المذهب، فتقول سيدي هذا ليس على مذهب مالك. الانتساب هنا في تنصل من المسؤولية والتحمل. علم الخلافيات أو علم الخلاف، لماذا اختلفت المذاهب وفيما، ومعرفة مآخذ الأئمة، هذا شيء مفتوح ومعروف ولم يتنصح منه، وكتب في أئمة منهم كتاب الخلاف بين
علم الخلاف أن أعتقد خلاف مالك كتبه الشافعي فيما خلف فيه محتلى يدعي مدعي أنه خلفه في مسائل كبيرة أو بغير داعي فكتب هذا. أما الجدل كعلم فالمراد به مسألة الجدل مطلقا أي فن الاستدلال في كل علم وهذه له طريقته وفن الاستدلال في المسائل الشرعية وهذا الذي يعني يذكر له طريقته يسمى بطريقة البزدوي صاحب أصول الأصول الفقه الحنفي المشهور. الطريقة الأخرى العامة تسمى بطريقة العميدي ركن الدين السمرقندي صاحب كتاب الإرشاد متوفى سنة 615 هجري. هذا له كتاب له كتب للأسف ولا واحد منها طبع. معظم كتب كان إماما في الجدل. سمو الجدل يعني المذموم الجدل الذي يحمي الرأي الصائب ويهزم خلافه أو يحوط هذه الاستدلالات بجدار بسياج يقيمها. محتاج الناس مع وجود الخلافيات إلى آداب ومناهج توثق الصلة بينهم على اختلاف مذهبهم ومواقعهم. فكتبوا في آداب المناظرة وكتبوا في علم الجدل مع بعضهم. الجدل والمناظرة مع واحد والآداب معه لأن كاين شروط علمية وآداب حكمية أو حكمية. كيف تسأل؟ كيف تجيب؟ إذا كنت في مقام منع ومقام رفع ومقام دفع أمهات المطالب الأسئلة الممكنة كل شيء مدون. صور التقدم، صور الأسباب، صور التعليل، علم 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 من العلوم التي يشد عليها ولكن لا يبدأ بها. يبدأ بعلم الجدل ويقول أنت جيتي به من الأول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الجدل مذموم يجادل عن نفسه أناني يدافع عن أخطائه مع داعي المستقل. متى تقول هل ومتى تقول أي ومتى تقول ما ومتى تقول متى تكون المطالب بهذا النوع وين تندرج مقولة كيف ومتى وأين هل تتبع هل أم تتبع هذه بحوث في الجدل. والتقدم على الشيء في الرتبة أم في الزمن أم في العلة أم في الشرف أم في صور التقدم ما يسمى العلاقات بين الأشياء لأن هذا فكر. واستقر الأمر في مسألة الجدل كما قلت لكم على أنه تستحمد طريقة البزدوي رحمه الله الحنفي في باب جدل في الأصول الخلافية الأصولية الفقهية وعلى طريقة العميدي السمرقندي صاحب كتاب الإرشاد في بالإطلاق أي في كل علم ولكل مستدل. وكل هذه الأشياء خدمة لها خدمة للفقه للأصول إذا كانت بشرطها وفي المجتمع العمراني الراقي. ابن خلدون لا يتحدث عن نشاط الثقافي، احنا الان نتكلم عن انشطه ثقافيه علم. ليست الانشطه بمعنى ما يكون احيانا، يعني ما الثمرات العلميه التي اثمرها العمران. السنة تقول انتج فقه هذا العمران البشري واصول نظر لاستمرار الفقه، لانه عندنا النصوص حتى اجوبه المذاهب على الواقعات لم تستوفي، فهناك مستجدات إلى الناس إلى اليوم ويطرحون أسئلة في باب المعاملات لا صورة لها يعني تماما في الفقه القديم وتحتاج إلى إلى إلى, إلى فقه جديد. الأصول موجودة، المناهج التي يخرج عليها موجودة، يعني المقاربات الممكنة التراث الفقهي والأصل الفقهي غني بها، محتاجة إلى إدارة عجلة الوصل بالشرط حتى لا تنكسر الآلة. هناك من يرى كما قلت لكم هناك مذاهب أشد من مذاهب الظاهرية، هذه التي تنشد والخوف منها. يعني يقول لك سيدي شوف يأتي إلى هذا الرصيد الفقهي كله فيسطر عليه ويقول أنا هذا كله وددت لو حرق. كيف هذه الجبال
من الفقه هذه الجبال، من الأصول هذه الجبال، المكتبات شو اسم مكتبة واحدة. فإذن هذا الإنتاج العلمي في هذه العلوم المتعلقة بعلم حديث رسول الله علوم، والتي انتهى صاحب المدخل الحاكم النيسابوري إلى جهة 40 علما، ليس من اليسر أن يتجاوز على الإنسان. لابد من أن أمرنا أن ننزل ناس منازلهم. هذا أثر وقف عنده مسلم في مقدمة صحيحه، وعليكم بمقدمة صحيح مسلم، ضروري لطالب العلم يعرف كيف يتعامل مع الأصول. أطلعك كثيرا، ما تقول أنت المسلم ما عنده مقدم، البخاري ما فيه مقدم، بدأ كتاب كتاب بدء الوحي أو باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم أطلع في المقدمة لأشياء علمها في عينها. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أطلع لأن فيه إنزال أهل الفقه منازلهم، أهل الحديث منازلهم، أهل النظر الشرعي منازلهم، وإلا لما استقامت الدنيا. لأن الذي لا ينزل كل شيء منزلته أول سفيه فاقد للحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن ينزل كل واحد منزلته. وثانيا عدم معرفة المراتب خلاف الأدب الواجب، هذا رتبته، هذا رتبته، هذا فقيه، هذا مقرئ، هذا إمام في العقليات، هذا إمام في النقليات. ولا يمكن أبدا أن يستقيم حوار أو جدل بشرطه وأدبه، وأن يمشى خلاف مهما يكون صغيرا كبيرا، إلا إذا كانت الأمور على هذا النحو من الترتيب، وإلا ضاع الرصيد. وأصبحنا كما يقول بعض الأئمة، لا الكلمة لأحد الفضلاء عندكم هنا، لا ينبغي أن يكون التاريخ عندنا كتاريخ أهل النار، كلما دخلت أمة لعانت أختها، نعوذ بالله. ما فعلوا شيء وما كانوا شيء، أسوتي أنت ناشا. الآن إن شاء الله احنا مع ابن خلدون في عمران، في ثمرات العمران، هذه أشياء رؤوس أقلام في الأبواب لكي ترجعوا إليه. وإلا كل علم من هذه العلوم يحتاج إلى ندوات لكي تعرف أولا مصادره كيف رتبت، والمتون التي ينبغي ندرس بها، ومصطلحاته ونماذج لهذا اللون من الألوان، وكيف تربى ملكته العملية، وكيف أشياء. وعلم ابن خلدون بأن كل شيء ينتمي للصناعة العلمية فلا بد أن تطلب فيه الملكة، ولا تكون ملكة إلا بإشراف، ولا إشراف إلا إذا كان إسناد، ولا إسناد إلا إذا تنام العمران فأوجد المسند والمسند إليه، وإلا ضاعت هذه الأمور. تقرأ لنا في ذلك الفصل نوصلوا شوية، قرأنا شوية من خلدون باش ما يبقاش منفصل. شوف ذاك الجدل، نعم قرأنا ذاك الجدل، فصل الجدل الأخير. شوف الجدل، الجدل، شوف الجدل، فصل الجدل آخر. سير يقول الجدال وما قال الجدل، ما بمعنى واحد، فهمتي نبع؟ الجدال مصدر جادلة لأنه دائما يقتضي مجادلا ومجادلا معه، فصيغة جدال أقرب لنا مفعلة، لفاعل الفعل والمفعلة، هذه لحصول الفعل من اثنين، جدال فعال مثل المفعل. والجدل قالوا أخذ من الجدالة، والجدالة هي الأرض، قال لأن كل منهما يريد إسقاط صاحبه أرضا، هذا تخريجات لغوية. وقيل الجدل الفتل، وهي اللي كل واحد يريد أن يصرف صاحبه عن قصده، أنت تريد إثبات خطأي وأنا أريد إثبات خطأك، ليس إثبات خطأي هكذا من غير دليل، لا أريد أن أثبت لك أنني على حق، وهذا لا يتيسر إلا بإثبات أنك أنت مخطئ في أدلول من ألوان من ألوان الاستدلال. يعني يقول قائل إن الجدال بالحسنى يقتضي إيه؟ إحنا نريد أن نصل إلى حقيقة، وبالتالي الجدل ينبغي أن يكون معينا على الوصول إليها، كما تقول المناظرة نظر من اثنين في موضوع واحد يزيده بيانا، كأنه تعاون على النظر، ولكن ليس بجهة، الجهة مختلفة، أنا من هنا وأنت من هنا، كده لابد من اختلاف، لابد، وكل منا حريص على أن ينصر استدلاله، وإلا لو كنت أنا أسلم لك مطلقا ما كان هذا معنى للجدل.
واضح حسنا؟ لذلك قالوا الجدل إذا كان بباطل فهو مجموع، إذا كان بحق ومنه هذا المقاصد للتحقيق، مقاصد للتقريب، مقاصد الجدل. وجادلهم بالتي، أي بالكلمات التي، بالجدل الذي، بالطريقة التي ليست حسنة حسنة وإنما أحسن. لماذا؟ نظر لحساسية المخالف، فالمخالف لك شديد الحساسية كما يقول اليوم، شديد ترقب، شديد التربص، يعني أدنى شيء قد يثيره، فأنت تسكن حتى يمكن أن تصل الخطاب إلى مقصد بالتي هي أحسن. قالوا يعني اجتناب كل شيء يعني يسيء إليه أو ينفره، تنزيه الخطاب عن السباب، هذا جدل. ويرحم الله أحد المعلقين على كتاب تهافت التهافت ابن رشد، رشد يرد على الغزالي، ومرة قال ابن رشد الفيلسوف قال يقول الخبيث، وهو يعني الغزالي، فعلق عليه سليمان الدنيا قال أين ذهب رشدك ابن رشد، سفه وفلسفة، سفه وفلسفة. بمعنى أننا ينبغي نلتزم حتى ونحن نحاور مخالف أنه إذا كان بقصد هدايته إذا كان ضالا هذا قصد شريف، قل له قولا لينا لعله يتذكر. أنت تخاطب السلطان ويتأمر لدرجة الطغيان، فكيف تخاطبه بسانا جئت إليك لكذا ولكذا وأنهي ملكك وهذه عصا، ما تحرك شيء حتى طلبه بآية هو وتعده، قالوا جئتك بشيء مبين، بشيء، ما قال جئتك بالآية الآيات، قال بشيء يبين صدقي، التواضع في كل شيء. فلو اقتدينا بالحوار الموسوي مع الطاغية فرعون لكنا أكثر توفيقا في حواراتنا مع البينية، دعك من الغيرية، والأسف أننا قد نجد حواراتنا مع الغير فيها أدب وظلم ذوي القربى. رجعوا الجاهلية. تابع سيدي. قال وأما الجدال وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية أهل المذاهب وغيرهم، إذن فهناك جدال بيني وغيرهم وهو ما ليسوا من المذاهب الفقهية، كالجدل في العقيدة، جدل مع المخالف في الاعتقاد، سواء كان مبتدع أم بدعة كما يقول مفسقات تخرج خروجا جزئيا أم مكفرة، بمعنى أنه تخرج هكذا في اعتقادك، وخصوصا في الاعتقاد يجب التحري أكثر، لأن أدنى خطأ يمكن أن تكون الأحكام كارثية، تكون نتائج خطيرة. ولذلك ذلك الألفية الجدل، يعني ألفية عندنا، ألفية في الجدل، الجدل في مسائل في أدب الجدل، وفي ألفية في الجدل، وموجودة في تراثنا أنا تذكر إن شاء الله مصنفها. تابع شيء. فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، الآن يبين الحاجة إلى الجدل. لماذا إذن علم المناظرة وعلم الجدال وعلم الحجاج؟ لماذا؟ قال لأن المختلفين كل واحد منهما يعطي لنفسه يعني الحرية في أن يستمر أن يقرر ما يشاء وينطلق فيما يشاء، والآخر كذلك. إذن كيف يجتمعان؟ إذن بحاجة إلى تنظيم، كما تقول الواحد عندنا قال لي فرق بين فن الملاكمة وبين التصارع البلدي، التصارع مع الآخر، يعني التصارع من دون قانون معروف، والتصانع في حلبة تحت إشراف غير واحد، منوع تحت الحجام، منوع كيت إذا حصل جهد زائد فرق، ثم هذه اللولة فرق بين يعني في كل شيء نظام كذلك. إذا كان كل واحد من المجادلين يطلق العنان لنفسه بدون حدود فكيف إذا نجري الحوار؟ لابد من أداة متفق عليها وقواعد متفق عليها. ولذلك اليوم حين لا يكون أنا وأنت عندنا قاعدة مشتركة وأدب مشترك في الحوار، وكل منا يقول أنت على مذهبي، نعم، وتيجي يقول لك أنا على المذاهب كلها، أنا أريد أن أحاورك على المذاهب كلها، أولا ادعاء، وثانيا يريد التملص من الإلزام،
هي تحركت بالليل تابع سيدي. ومنهما يكون صوابا ومنهما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والمجيب، وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا، وكيف يكون مخصوصا منقطعا، ومحل اعتراضه أو معارضته. تبي الآن ما يسمى بدواعي وضع هذا الفن، وكأنه يمر على الموضوعات الجدل بكاملها. أنت أحيانا قد تكون مطالبا بدليل، وقد تكون مقررا لدليل، وقد تكون مستشكلا معترضا، وقد تكون بصدد الإعراض لبيان خروج الآخر عن نسق. عندك مواقع كثيرة في الجدل، كل هذه تحتاج إلى ضوابط. فهذه الدواعي كنقول الحاجة إلى، جينا إن شاء الله في طرق التعليم، الحاجة إلى التأليف، الحاجة إلى الكتابة، الحاجة إلى إنشاء العلم. لا يمكن للعلم أن ينشأ بدون حاجة، علوم تنشأ بدون داعي، وهي طبيعية في العمران. معنى طبيعية من العوارض التي تعرض للعمران، لذات العمران، أي لأشياء إما من قبيل الفطرة أو الجبلة أو من قبيل الحاجة. الحاجة قد تكون في مستوى شديد، قد تكون قريبة من أفق الضرورة. تمام. وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام؟ وأين يجب عليه أن يسكت وأن يطلق الآخر لكي يتكلم؟ لأن في حوارات نحن في قنوات أقرب إلى الخصام الشارع منها إلى أدب الحوار، بحيث الذين يسمعون يشوشوا عليه ويدخلون هم أيضا في خصومات أخرى، هم ناظرون تنتقلهم العدوى فينتقلون إلى خصام. إحنا نروج لنماذج سلبية رديئة للحوار مع المخالف في كل شيء. لو لك سيدي هذا في أصله نريده هكذا، نريده نزاعا لا نريده حوار. في 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 عمراننا، في ثقافتنا، أن للحوار أدب وله شروط وقواعد، حتى نكون منتسبين لعمران بشرطه، عمران إسلامي لأصول تحمي الأصول، الأصول تحمي حتى الأصول. نحن لا يمكن أبدا يكون الحوار حضاريا وعمرانيا، لابد من أن ينتسب إلى هذا العلم ويكون صحابه نازلين عند آدابه وعند أحكامه. نعم تباشي. ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه، إلى حفظ رأي وهدم رأي آخر. يريد أن يحفظ رأي ويصونه ويهدم آخر، فلا بد من ضوابط وقواعد لهذا الحفظ وهذا الوان من الهجم والتجاوز، وإلا لما كان أبدا ممكن أن نصل إلى شيء اسمه فيه عائدة أو فائدة وينتهي كل ذلك. نعم. اكتفي بها. سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره، وهي من فقه أو غير الفقه، كان يكون علما آخر خلافا فيه، أو يكون خارج هذه العلوم كما في ألوان الجدل العقائدي وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، وطاعتك ما تولون به جنتك من اليقين، ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. وامتحن اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل على صلواتك على صلح مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وسلم. هذا نوباتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفر ذلك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.